أمة الإسلام. العراق الدولة الوحيدة اللي جيشها مجرد من السلاح والأحزاب عندهم سلاح، جاي يضربون القوات الأمنية ويضربون المتواطنين. يا عمي يا إسلام الله، المواطنين جاي تنزف، النجف جاي تنزف. والله العظيم هسه واحد المنتسبين شارد الغيرة العراقية راد ينتفع، راد يروح له، بس جماعة سهلوا له تعال، احنا عندنا أمر لازم نطبق الأوامر. يا أمة الإسلام أريد شرفات تتدخل، رسالة إلى كل عراقي شريف، لازم يصير حل لهذا الموضوع. المرجعية سيد علي السيستاني، الشعب كله وياك، وأنت المرجع الوحيد اللي كل تقول لك نعم وسمعا وطاعة. النجف جاي تنزل، اكو دولة بالعالم الجيش ما شايل سلاح والأحزاب تضربنا. عمي ماكو ماكو هجي، الغير العراقية إذا دفعت الجندي راضي يروح وسحلوا المواطنين، قالوا أنت عندك أمر تعال. اكو دولة بالعالم الجيش ما عنده سلاح والأحزاب والإيرانيين جاي يضربون الشعب. عمي ما يصير، عمي رسالة لكل عراقي شريف من الشمال للجنوب، خليجي يتدخل، العشائر الأمة الإسلامية سيد مقتدى شكو شريف حتى غيره على هذا البلد لازم يتدخل. ملينا جزعنا، الدم صارت للركاب، قافي عود، الله لا يوفقكم.